رغم برودة طقسها وشتائها الملبد بالثلوج، فإن أوكرانيا تعيش منذ أسابيع فوق صفيح ساخن، بل يبدو أنها انتقلت إلى مربع يؤذن باستقطاب حاد على مسرحيها الدولي والداخلي. فزيارة السيناتور الأمريكي جون ماكيني لكييف واجتماعه بقيادات من المعارضة الأوكرانية وإعلانه تأييده للمتظاهرين في بلد عرف بولائه تاريخا واقتصادا وسياسة لروسيا أمر من شأنه أن يثير غضب موسكو التي قد تعتبر الزيارة استفزازا لها وتدخلا في مناطق نفوذها، حتى إن جاء ذلك في سبيل دعم الديمقراطية والحل السلمي كما تقول واشنطن. نكرر التزامنا بالتوصل إلى حل سلمي. أوكرانيا هي دولة أوروبية غربية، وبالطبع لا أحد منا يريد أي عنف. هذه هي المظاهرات السلمية، ونحن نقول بقوة إنه لا ينبغي فرض العنف من قبل أي شخص، هذا هو حقهم الديمقراطي. بوادر الانقسام في الشارع الأوكراني بدت تطل بشكل يحمل طابع استقطاب وصدام، ففي مقابل آلاف الناقمين على سياسات الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، خرجت آلاف أخرى مؤيدة له بعد يوم من فشل المحادثات بين الحكومة والمعارضة في حل الأزمة السياسية، ما يجعل المسرح الأوكراني معرضاً لمزيد من التوتر. جيراننا الروس يمارسون الضغط، ورغم ذلك نتوقع أن تصبح أوكرانيا جزءا من الاتحاد الجمركي حتى من دون توقيع اتفاق، والطريق إلى هذا الهدف هو بتدفق الدماء في مدينة كييف. ويعتصم متظاهرو المعارضة منذ 21 نوفمبر في ميدان الاستقلال احتجاجا على رفض يانوكوفيتش في اللحظات الأخيرة توقيع اتفاقية لتوثيق الروابط بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مفضلا تعزيز العلاقة مع روسيا، الأمر الذي اعتبر المتظاهرون أنه قد يضر باقتصاد بلادهم وينعكس بطبيعة الحال على قوت أبنائهم.